أعزائي مشاهدي قناة علوم زراعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علوم زراعية مع مهندس إسماعيل البهنساوي. زي ما وعدنا حضراتكم إن إحنا هنحاول نجيب لكم كل ما هو جديد في عالم الزراعة فالنهارده جايبين لكم موضوع جديد جدا إن شاء الله يليق على إعجاب حضراتكم ويحوز على إعجابكم وهو صنف جديد من أصناف الليمون بنسميه ليمون البطارخ أو ليمون الكافيار أو الليمون الأسترالي. الصنف ده حضراتكم منتشر زراعته في مناطق استراليا وبدأ ينتشر عندنا في الوطن العربي في مصر وفي بعض الدول وان كان لسه يعني زراعته محدوده في وطننا العربي ولكن هذا الصنف لقي قبولا كبيرا عند الكثير من الناس في مختلف الدول وبدأ الطلب يزيد عليه وطبعا حضراتكم التفكير الاقتصادي بيقول ان احنا نتجه نحو الأصناف اللي عليها طلب كويس أوي في الأسواق، فالليمون البطارخ أو ليمون الكافيار أو الليمون الاسترالي من ضمن أصناف الليمون اللي واخد شهرة عالية جدا في هذه الأيام، وعلشان كده قلنا ندي لحضراتكم معلومات عن هذا الصنف من الليمون، أولاً هم ليه سموه ليمون البطارخ أو ليمون الكافيار؟ معروف إن الكافيار اللي هو حضراتكم بيض السمك، طيب ليه سموا الصنف ده بليمون البطارخ او ليمون الكافيار لان حضرتك لما تفتح الثمرة بتلاقي ان لب الثمرة او لحم الثمرة عبارة عن قرات عصرية تشبه بيض السمك قرات صغيرة كده هنشوف صور ليها دلوقتي عبارة عن قرات عصرية تشبه بيض السمك علشان كده سميناه الليمون البطارخ او ليمون الكافيار تمام الثمره بتاعته حضراتكم مختلفه عن كل اصناف الليمون اللي ممكن نعرفها الثمره بتاعته حضراتكم طويله قوي تشبه الاصبع كده طولها بيكون من 4 سم ويصل في بعض السلالات الى 12 سم شكل الثمره اسطواني الشكل حضراتكم يعني ممكن تلاقي الثمره طويله قوي اللي هي طولها 12 سم فيها انحناء كده للشكل بعض الاحيان طبعا ليمون البطارخ او ليمون الكافيار بياخد الوان كتيره جدا سواء لون القشره الخارجيه او لون اللحم نفسه داخل السمره من الوردي للقرمزي للاخضر للاصفر للاحمر الوان كتيره جدا حضراتكم داخل هذا النوع من الليمون او هذه السلالات من الليمون الحاجه الثانيه كمان حضراتكم ان الصنف ده من الليمون له فوائد غذائيه عاليه جدا جدا، بالاضافه كمان ان قشره السمره ممكن استغلها بان انا اجففها واستخدمها كتوابل. طيب شجره الليمون الاسترالي او ليمون الكافيار شكلها عامل ازاي؟ الشجره دي حضراتكم ارتفاعها بيكون من 2 ل 7 متر، في المتوسط 3 متر ونص 4 متر، فبنقول عليها ان هي شجره محدوده النمو، الاوراق بتاعتها بتكون صغيره جدا، طول الورقه من واحد ل 6 وعرض الورقه بيكون من 3 ل 25 مللي من بعيد كده تحس ان هي زي ورقه الزيتون وخلي بال حضراتكم دي الصفه اللي بتميز شتله او شجره الليمون الكافيار عن باقي اصناف الليمون خد بالك علشان لما بتدخل مشتري وتقول له عايز شتله ليمون كافيار عينك تعرف تميز الشكل ازاي هنقول تاني عشان تفرق بين شتلة الليمون الكافيار وأي أصناف ليمون تانية شتلة الليمون الكافيار بتبقى ورقتها أصغر ورقة ليمون ممكن تشوفها في حياتك ورقة ليمون شجرة الكافيار أو شتلة الكافيار بتكون أصغر ورقة ليمون ممكن تشوفها في حياتك الورقة بتكون صغيرة جدا ممكن طولها بيوصل من واحد لستة سنتي وفي الغالب هتلاقي الورقة من اتنين لاتنين ونص سنتي يعني طبعا الطول بيختلف على حسب السلالات لان هنقول بعد شويه ان هذا الصنف من الليمون فيه سلالات كثيره في حوالي ست سلالات كل سلاله بتختلف شويه في شكل الورقه في لون السمرة في لون اللب الداخلي ولكن في الاغلب هتلاقي ان ورقه الليمون الكافيار ورقه صغيره جدا ما بتعداش طولها ل 2.5 سم في المتوسط هتلاقي كمان حاجه مميزه جدا للشجره ان الشجره عليها اشواك كبيره جدا في الحجم وحادة جدا ويعني فيها كمية أشواك بغزارة تشبه في أشواكها ليمون البنزهير الاختلاف هنا بقى ان الورقة هنا صغيرة جدا جدا وهتلاقي قمة الورقة كده مشققة شوية فوكمان وكمان لون الورقة هنا اخضر لامع فده شيء بيميز لك الشتلة علشان ناس كتير بتسألني بتقولي اميز ازاي بين الليمون الكافيار وباقي اصناف الليمون لا مميزات الورقة والأشواك واضحة جدا جدا بس من السهل بمكان ان انت حضرتك تميز شتلة الليمون الكافيار عن أي أصناف ليمون تانية أخرى، الحاجة التانية بنقول ان حضراتكم الزهرة في الليمون الكافيار لونها أبيض وطول البتلة من, 9 من 6 ل 9 ملي وهي بيكون عليها يعني حوالي من 3 ل 6 بتلات يعني تقريبا بالنسبة لشكل الزهرة. آه طبعا آه ايه المناخ اللي ممكن ازرع فيه الليمون الكافيار او الليمون الاسترالي النوعيه دي حضراتكم من الليمون آه بتتحمل الصقيع ولكن الصقيع الخفيف شويه آه ما بتتحملش آه الرياح ايا كانت نوعها سواء رياح ساخنه او رياح بارده علشان كده لما اجي ازرع حضراتكم الشتلات الصغيره من الليمون الكافيار لابد ان انا ازرعها يا اما بين اشجار كبيره عاليه او اعمل كياب من الحصر او الخزف او الجريد اللي حوالين الشتله خاصه في السنه الاولى لان الشتله ما تقدرش تتحمل اشعه الشمس المباشره في السنه الاولى من الزراعه طيب تربه التربه المناسبه لزراعه الليمون الكافيار او الليمون الاسترالي طبعا حضراتكم زي كل اشجار الموالح بتفضل التربة الجيدة اللي هي فيها صرف جيد واللي البي اتش بتاعها بيكون من خمسة الى ستة ونص بي اتش درجة بي اتش طبعا الليمون الكافيار حضراتكم احنا بنطعمه على البرتقال ثلاثي الاوراق وممكن كمان حضراتكم اطعم شتلة الليمون الكافيار على اصول بذرية للليمون الكافيار يعني اخد بذور الليمون الكافيار ازرعها في البيت المحمي عندي اربيها على ان هي اصول وابدا اطعم عليها سلالات واصناف الليمون الكافيار يبقى ممكن اطعم الليمون الكافيار على البرتقال ثلاثي الاوراق او على اصول بذريه للليمون الكافيار وممكن كمان اطعمه على الفولكا ماريانا او الارنج على حسب الاصل اللي ممكن يتوفر عند حضرتك الزراعه بتكون في خطوط حضراتكم بتكون مرتفعه شويه عن سطح التربه يعني بعمل خطوط طوليه طوليه مرتفعه عن سطح التربه علشان الليمون عامه والموالح يعني بتبقى حساسه لزياده الرطوبه فعشان اتلاشى اضرار الرطوبه الارضيه لابد ان انا ازرع في خطوط عاليه عن سطح التربه لما اجي ازرع الليمون الكافيار او اي اشجار موالح بيفضل ان احنا حضراتكم نكون عاملين مصدات رياح في الاول على اساس احمي الشتله بتاعتي من الصقيع القارس ومن أشعة الشمس المباشرة وعندي مسافات الزراعة أفضل مسافات للزراعة في الليمون الكافيار بزرع أنا حضراتكم يا إما اتنين ونص في أربعة أو تلاتة في خمسة دي بتكون أنسب حضراتكم مسافات الزراعة يبقى احنا كده حضراتكم اتكلمنا عن شكل الثمرة واتكلمنا عن شكل الشجرة عامل ازاي واتكلمنا عن المناخ المناسب للزراعة واتكلمنا عن التربة المناسبة واتكلمنا عن بعض الاعتبارات اللي هي خاصة بالزراعة وبنقول طبعا ان ما يفضلش ان هي تتعرض الشتلة او الشجر كمان المثمرة للرياح لان طبعا لما الشجرة شجرة الليمون الكافيار تحتوي على اشواك كتيرة جدا وحادة فاي رياح بيعمل لي احتكاك ما بين الثمرة والاشواك فبيسبب لي خدوش وجروح في الثمرة ودي بيقلل من قيمتها التسويقية وممكن يعرضها كمان للإصابة لبعض الأمراض والأفات احنا كده خدنا فكرة آه كبيرة جدا ومختصرة عن الليمون الكافيار خليكم معايا هنشوف صور لسمار آه الليمون الاسترالي او الكافيار وهنشوف كمان آه شكل الشجرة عامل ازاي ومسافات الزراعة وكمان هنتكلم عن آه اكسار هذا النوع من الليمون وهنتكلم عن تسميده وعن رايه وعن آآ آآ افاته وامراضه خليكم معايا تابعوني للنهايه فيديو النهارده ان شاء الله شيق جدا وفيه معلومات كتيره مفيده جدا ودي حضراتكم شكل مزرعه الليمون الاسترالي او الليمون الكافيار زي ما انتم شايفين حضراتكم كده من بعيد تحس ان هي زراعات زيتون ومسافات الزراعه زي ما قلنا اتنين ونص في اربعه ودي كمان حضراتكم شكل ثمار الليمون الاسترالي او الليمون الكافيار عباره عن اسطوانيه الشكل وفيها سنه انحناء كده والثمره طويله طولها بيوصل ل 12 سم في بعض السلالات والورقه زي ما انتم شايفين زي ما قلنا كده حضراتكم صغيره جدا في الحجم بتاعها لو اتكلمنا عن اكسار الليمون الكافيار حضراتكم هنقول بيتم اكساره بالبذره وطبعا دي طريقه مش مفضله علشان البذره بتاخد وقت طويل جدا جدا ممكن يوصل ل 15 سنه لغايه ما الشجره تثمر وكمان اسمارها ما بيكونش مطابق لنفس صفات الثمار الام ده نوع سلاله اخرى من الليمون الكافيار واخد الشكل اللون البني ونلاقي كمان لحم الثمار هيبقى لونه بني الطريقه الثانيه حضراتكم لاكسار الليمون الكافيار بالعقله النصف خشبيه او النص ناضجه ودي كمان حضراتكم بتبقى طريقه يعني النجاح فيها مش مضمون قوي منخفض شويه وكمان الشتلات الناتجه عن طريقه الاكسار بالعقله آه النصف خشبيه بيكون بتكون شتلات بطيئه النمو. آه عندي الطريقه الثالثه للاكسار حضراتكم وهي التطعيم ودي طبعا افضل طريقه للاكسار وطبعا زي ما قلنا بيكون الاصل عباره عن البرتقال ثلاثي الاوراق او اصل الفولكا ماريانا او الارنج او اصول بذريه للليمون الاسترالي أه الراي حضراتكم بالنسبة للرأي الليمون الكافيار زي اي شجرة مالح باخد اعتبارات الراي اثناء فترة التزهير والعاد وان انا معرضش التربة لجفاف شديد او لغرق شديد وتلاشى أه ان انا اعمل رطوبة مستمرة علشان امراض التسمخ زي اي نوع من الموالح التسميد حضراتكم يمكن كمان صنف الليمون الاسترالي يمكن من اقل اصناف الليمون والموالح احتياجا للتسميد بالعكس يمكن كمان التسميد الزياده والمبالغ فيه ممكن يسبب لي موت الشجره عشان كده بنقول ان التسميد لابد في الليمون الكافيار ما يكونش فيه مبالغه لان الجذور بتاعته ليفيه والجذور المغذيه بتكون سطحيه على عمق من 30 ل 60 سم ولما اجي استخدم حضراتكم مركب ان بي في التسميد لازم يكون منخفض الفسفور واتجنب حضراتكم ان انا اسمد في وقت التزهير لغايه ما يوصل عقد الثمره طوله 1 سنتي علشان اتلاشى اجهاد وسقوط الثمار. وبنقول كمان ان المغالاه في التسميد حضراتكم ممكن يسبب لي مرض موت رجعي للاشجار وبالتالي هتبقى الخساير فادحه. التعليم حضراتكم في الليمون الكافيار بيكون تعليم خفيف غير جائر لان التقليم الجائر هنا في صنف الليمون الكافيار تحديدا ممكن يسبب لي موت الاشجار انا حضراتكم بيقتصر التقليم على ازالة الافرخ المائية والسرطانات اول باول وافتح قلب الشجرة وحاول اترك من اربعة لست حضراتكم افرع رئيسية دي اللي بتربي لي هيكل الشجرة والتقليم بيكون حضراتكم في الخريف بعد جمع المحصول بس بيكونش الجو حار السمره حضراتكم زي ما قلنا طولها بيكون من 6 ل 12 سم تختلف حسب السلاله لان الليمون الاسترالي حضراتكم قلنا فيه ست سلالات تجاريه والاشجار المطعومه بتبدا في الاسمار بعد ثلاث سنوات من الزراعه وبتوصل للاسمار الاقتصادي عنده عمر ست سنوات دي حضراتكم الكرات العصريه او لحم السمره من الداخل شايفين حضراتكم عامله زي الكرات كده زي بيض السمك تشبه بيض السمك طبعا جمل المحصول حضراتكم بيكون مستمر من شهرين لثلاث شهور بحيث ان انا كل عشرة او اربعة عشر يوم ببدأ اجمع الثمار اللي نضجت عندي بالنسبة للأفار... للامراض والافات اللي بتصيب حضراتكم آه هذا النوع من الليمون زي اي شجرة موالح في الدنيا معرضة ان هي تصاب بكثير من الامراض والافات الحشرية والامراض الفطرية امراض حشرية زي او افات حشرية زي الحشرات القشرية والبق والمن واستقربات وذبابة الفاكهة والامراض الفطريه التصمغ والموت الرجعي وتشكك الثمار دي حضراتكم كانت حلقه النهارده عن صنف الليمون الكافيار او الاسترالي اختصرتها لكم اختصرت كل معلوماتها في الكام دي دول اتمنى ان تكون حلقه النهارده نالت اعجاب حضراتكم ومنتظر اي اسئله او تعليقات ليكم وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته